فيعني الناس انه انخفض يعني مستوى او حصولهم على المواد الغذائيه اضطروا انه ياكلوا هذه. بس هم يعني زمان يعني كلهم حتى يعني لو حتى دخلت النت وشفت الناس من زمان هم يعني ياكلوا هذه الاكلات. بس اندثرت شويه لانه كان الناس في يعني في حاجات ثانيه في بدائل كان دخل يعني القامح والحاجات هذه كلها دخلت، هذه كانت بدائل لهذا النبات. العصر الطبي اللي لقيته فيها يعني هو انا على